عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي تتلى فيها آيات الله وتقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين فيها الحلال والحرام وتوضح الأحكام، فيهتدي الناس ويستضيئون بنور كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما سميت مجالس العلم رياضا لأن شأنها كذلك، فمجالس العلم روضة جميلة وبستان أنيق فيه من أطايب الثمر وجميل الأكل وحسن الرائحة وطيبها، ولأجل ذلك سمى كثير من أهل العلم مؤلفاتهم بأسماء تدور حول هذا المعنى، ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث سمى كتابه النافع المبارك، سماه رحمه الله رياض الصالحين، لأن القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعد روضة هي أجمل الرياض وأحسنها.